مرحبا، أنا الدكتورة نسرين لعاقبة، أخصائية طب وجراحة العيون. اليوم رح نحكي ما هي أعراض التهاب العصب البصري. بالبداية حابة أحكي لكم شو هو العصب البصري. هو عبارة عن مجموعة من الألياف العصبية اللي بتعمل على انتقال المعلومات النظرية من العين للدماغ، وبتكون ويكون العصب البصري محاط بمادة دهنية تسمى المايلين شيث، هي المسؤولة عن نقل هاي النبضات الكهربائية من العين للدماغ حتى يتم ترجمتها هناك ونعرف ونقدر نشوف بشكل واضح. لما يصير عنا التهاب في العصب البصري فإنه هاي المادة اللي هي المايلين شيث هي اللي بتتأثر، وبنتج عن هذا الإشي عدة أعراض. أهمها إنه بصير في عنا تدني في حدة الإبصار، بصير في عنا ألم في العين خصوصا أثناء الحركة، وكمان تفقد العين القدرة على تميز الألوان. هلأ بشكل كتير كبير بيرتبط التهاب العصب البصري بمرض يسمى مرض التصلب اللويحي أو ما يعرف بالمالتيبل سكليروسيس، وهو عبارة عن مرض بيصيب الأعصاب الموجودة بالدماغ والنخاع الشوكي. العلاج، هلأ إحنا كتير عدد كتير كبير من المرضى بيشفوا بشكل تام لحالهم من غير أي تدخل بالأدوية أو علاج، وحتى جزء كتير كبير بيرجع نظره لشكل قريب من المستوى الطبيعي خلال السنة الأولى من الإصابة. ولكن في بعض الحالات بنضطر أنه نعطيهم مادة الكورتيزون عن طريق الوريد، وذلك لتسريع سرعة الشفاء وليس لتحسين النظر. بالنهاية بحب أحكي أنه أي مريض بصير عنده مشكلة في التهاب العصب البصري لازم يتابع طبيب العيون وطبيب الأعصاب بشكل دوري، وبتمنى لكم الصحة والسلامة دائماً.